في إطار افتتاح الموسم الأكاديمي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية وفي إطار أنشطة الجامعة المغاربية للتربية يأتي انعقاد هذا اليوم الدراسي الذي تم فيه الاحتفال بفكر وبمسار الأستاذ الدكتور مصطفى القباش. وهذه واحد العادة بديناها في المركز هذه أكثر من 9 سنوات، في كل سنة نفتتح الموسم الأكاديمي باستضافة شخصية علمية أكاديمية قدمت للفكر وللتربية خدمات جليلة للمدرسة المغربية كذلك، في إطار واحد المشروع كبير سميناه ذاكرة المدرسة المغربية. وهذا المشروع هذا الغاية الأساسية منه هو أن نعرف الأجيال الحالية والقادمة بالمجهودات التي بذلتها الأجيال السابقة في إطار ثقافة الاعتراف وفي إطار معرفة مسار تطور المدرسة المغربية وفي سياق فتح ربما مجالات للبحث العلمي والأكاديمي أمام الطلبة الباحثين في سلك الماجستير وفي سلك الدكتوراه. تمشتوا البرنامج كان فيه شقين، الشق الأول متعلق بتقديم شهادات وقراءات في كتاب المحتفى به دكتور مصطفى القباش والتي أبرزت عن غنى هذه الشخصية العلمية والأكاديمية بمختلف تجاربها الوطنية والدولية، وكذلك الشق الثاني هو مسار، والمسار عادة ما يتم فيه طرح مجموعة من الأسئلة حول تكوين الشخصية المحتفى به منذ مرحلة الطفولة إلى مختلف التجارب التي مر بها، وفي كثير من الأحيان مثل هذه التجارب تختفي من الكتابات الأكاديمية، بالتالي نحاول ما أمكن أن نبرزها وأن نعرف الباحثين بها، وفي كثير من الأحيان من أجل التوثيق التاريخي تكون مجموعة من النقاط المضيئة المهمة جدا في مسار الرجل والتي نبرزها من خلال مسار. بالإضافة إلى هذا كان هناك واحد النوع من التعقيب أخير للمحتفى به حاول ما أمكن أن يبرز أهم القضايا التي شغلت باله، منها ما اشتغل عليها وقدم فيها دراسات وأبحاث، ومنها ما يعتبر في تقديره أنها ملفات تحتاج إلى مزيد من المناقشة، مزيد من البحث، مزيد من التعميق. ولذلك البرنامج اسمه مسار وأفكار. مسار وأفكار، فالأفكار هي الأشياء التي لم يستطع الباحث أن يشتغل بها ويحاول ما أمكن أن يورثها إلى الأجيال القادمة من أجل الاشتغال بها، وهذا طبعا كيستفد منه الطلبة الباحثين الذين يبحثون عن موضوعات البحث في الماجستير وفي الدكتوراه. إذن هذه هي حلقة اليوم، والمحتفى به طبعا هو كان الدكتور مصطفى القباش وزمرة من زملائه الذين قدموا شهادات ومن طلبته الذين يحتاجون إلى هذا النوع من الفكر. نجتمع اليوم للاحتفاء بآثار الدكتور محمد مصطفى القباش، وهو يعتبر من أعلام الثقافة في المغرب وأستاذ جامعي، وطبعا قدمت محاضرة عنه من خلال المحطات، أولا لعيشته فيها، محطة في ثانوية النهضة ومحطة في كلية علوم التربية، ثم كذلك اشتغلنا في مواقع وطنية ودولية مثل الأكاديمية ومثل بعض المنظمات الدولية. الدكتور مصطفى القباش مهما يحاول الإنسان أن يختزل الحديث عنه فلا يمكن في دقائق أو في لحظة عجلة. لماذا؟ لأنه هو أولا رجل اشتغل بالفلسفة واشتغل بالترجمة واشتغل بالثقافة واشتغل بالتربية واشتغل بالتعليم، فإذا شخصية متعددة الجوانب، وهذه الشخصية يعني تعكست حتى على اهتمامه بالهوية، بحيث أنه ينظر دائما للهوية هي متعددة الأبعاد وليست ثابتة، وحتى الوطنية كذلك، وموقفه كذلك في الفلسفة وموقفه من اللغة العربية والأمن الثقافي والوطنية الصادقة اللي عرفناها عنه. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي تفضل إخوة في المركز المغربي للدراسات التربوية والأبحاث التربوية الذي انضمه، لا أقول تكريما لي ولكن لخلق فرصة للتفاعل مع وجوه أعرفها وإخوة شرفوني بحضورهم. لقد كانت فرصة هذا اللقاء فرصة لتعبير ولبث الهموم التي نعيشها، الهموم في التربية، في التدريس،
الأخلاق القيم في المواطنة، وهذا شيء وجدت أن الإخوة تفاعلوا معه تفاعل إيجابيا. أشكر الذين أدوا بشهادتهم، أشكر الباحثين الذين قدموا قراءات لنموذج من كتبي، وطبعا الشكر موصول إلى كل الذين حضروا من طلبة ومن الباحثين ومن معيدي الأطاريح. هذا شيء يتلج الصدر، فأنا عاجز عن الشكر وأعبر عن مدى فرحتي بهذا اللقاء وسروري بهذا اللقاء. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.